ما حطتنا مع عالم الصحة، ورح نتحدث عن المؤتمر الطبي الأخير الذي عقدته الرابطة السورية للأمراض الخمجية برعاية نقابة أطباء سوريا بلادية تحت عنوان ضبط العدوى والمستجدات بالأمراض الإنتانية. لنتعرف على أبرز المحاور يلي تم تسليط الضوء عليها ونتائج المؤتمر، صرنا نستضيف بالاستوديو الدكتور وحيد رجب بيك رئيس الرابطة السورية للأمراض الخمجية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يمكن في محاور عديدة طرحت بهي الندوة، وأهم هو ترشيد استهلاك الصادات الحيوية، وأيضا خلينا نحكي عن المدة والجرعة المناسبتين للأمراض الإنتانية والخمجية. نعم، الحقيقة المشكلة الكبيرة ببلدنا وبالعالم هي مشكلة المقاومة للأدوية للصادات. المشكلة ظهرت بسبب الاستعمال غير الصحيح أو الاستعمال المفرط لهي الأدوية أو الاستعمال بغير مكانه. شو يعني استعمال بغير مكانه؟ يعني أي مريض ارتفعت حرارته بده يروح ياخد دواء التهاب، أي مريض صار عنده مجرد هجمة رشح أو انفلونزا بسيطة بيروح بياخد كمان. تمام، بياخد من عنده أو بيروح عند الصيدلي بياخد. فهي كلياتها من الأمور يلي ساهمت مساهمة. هلأ لا شك أنه كلنا ساهمنا بهالأزمة بهالمشكلة الكبيرة يلي نحن وصلنا لمرحلة أنه أنا عندي إنتان أو خمج، عندي عامل ممرض وما عندي دواء ممكن أني قاومه فيه لهذا المرض. السبب سبب لا شك أنه نحن تراكم هالموجودات كلها أدت إلى وجود عوامل ممرضة لا نستطيع دحرها بالأدوية اللي بين إيدينا. العالم الغربي عنده عوامل ممرضة، بس يبدو واحدة من النقاط اللي استعملناها طرحناها بالمؤتمر هي موضوع ضبط العدوى. يعني ضبط العدوى يعني ما ينتقل مرض من العامل الممرض من مريض لمريض. مريض ما عنده هالعامل الممرض لمريض ثاني. فهي نقط موضوع ضبط العدوى بالغرب الحقيقة مهتم فيه بشكل جيد، يبدو نحن مقصرين فيه شوي بهذا الموضوع. نقطة كثير مهمة إذن موضوع استعمال، أنا إذا كان عندي حرارة ارتفاع حرارة لازم أخذ خافض حرارة فقط، ما لازم أخذ صاد حيوي إلا ضمن استشارة، وقت بدي استشير طبيب معلش أسأله أنه أنا عندي عامل ممرض جرثومي ولا فيروسي. إذا كان فيروسي أنا أحتمل المرض يومين ثلاثة خمس أيام ولا حيروح لحاله. بينما فيما لو كان عامل ممرض جرثومي أنا المفروض أخذ الصاد الحيوي المناسب. نعم دكتور، يمكن المؤتمر تناول عدة أفكار وعدة محاور تم مناقشتها من خلال يمكن عدة أطباء أيضا تناول المؤتمر. خلينا نحكي عن أبرز العناوين العريضة يلي تم التداول فيها، وشو هي يمكن النقاط يلي شكلت محاور نقاشات بين الدكاترة بشكل كتير كبير. الحقيقة حجر الزاوية والعنوان الرئيسي اللي كان الحقيقة ورشة العمل اللي صارت باليوم الثاني اللي كان فيها نقاش محتدم، خليني أقول كان الهدف منه جزء منه تعليمي توضيحي. عرضت حالات لإنتان جرثومي بمكان ما بالجسم، غالبا الحالات كانت مقاومة، وطرحت شو إمكانية تدبير هذا المرض على الزملاء كلهم. فصار يتاخذ رأي كل زميل من الزملاء من الأطباء أنه شو رأيك بهي الحالة، شو بتقترح العلاج، لأنه حطينا العامل الممرض حطينا الزرع والتحسس. فكان الحقيقة له دور مهم أنه أنا هالعوامل وقت بيجيني أنا عامل ممرض مقاوم على كل شيء، شو بدي أعمل أنا، شو الخطوة اللي بدي أعملها وقت بيكون في عندي مقاومة عنيفة، شو الخطوات اللي لازم اتخذها مشان اتخطى هالمقاومة ووصل المريض لبر الأمان. أكيد، ورفع يمكن مستوى العاملين بالمخابر الخاصة والعامة كمان كان أحد المحاور التي نوقشت. كيف عم تشوف واقع العاملين بهي المخابر؟ مشكلة تانية ببلدنا موضوع أنا بدي وقت بكون نحن كأطباء عاملين بمجال الأمراض الخمجية أنا لازم أعرف شو العامل الممرض حتى أحسن أعطي علاج صحيح لهذا المريض وإلا بروحه. فكتير مهم أني أنا أتساعد أنا والزميل المخبري للوصول لهذه النقطة، ونقطة كتير حرجة الحقيقة.
في عنا درجة من التقصير بهذا المجال، ما عنا مايكروبيولوجيست بعدد كافي بالبلد لتحديد هالأطر هاي. عنا عدد من الأجهزة الحديثة بالبلد بسبب للأسف بسبب المقاطعة وبسبب الحصار على سوريا، المواد اللازمة لهذه الأجهزة غير متوفرة، وبالتالي نعتمد حاليا على الخبرات الشخصية للزملاء الأطباء. فالحقيقة في صعوبات بتصور أنه هي قيد، يعني عم تنحل خطوة وراء خطوة. بالمراكز الكبيرة لا يزال موجود إمكانيات أنه نتعرف على هالعوامل الممرضة ونعطي العلاج النوعي لهالأمراض المستعصية. نعم دكتور، مواكبة الدراسات العلمية الجديدة كمان كتير مهمة، كمان هل تم طرح دراسات جديدة يمكن أو تبادل الخبرات ضمن قاعة المؤتمر لتلبية حاجات يمكن المواضيع اللي تم نقاشها؟ المستجدات، حقيقة في مستجدات كثير بالساحة، بس كان المؤتمر بشكل رئيسي عم ندرس موضوع ضبط العدوى رقم واحد، انه ما ينتقل عامل ممرض، موضوع العنصر الشخصي، العنصر البشري، اني بدي حاول اكد على العنصر البشري بضبط العدوى. يعني كل شخص أبسط أمور ضبط العدوى أني غسل إيدي قبل ما أدخل شوف مريض، خلصت من المريض إما بدي غسل إيدي أو حط مادة معقمة. إذن الشيء الرئيسي رقم واحد ضبط العدوى، رقم اثنين الأسس العامة الخطوط العامة، رقم اثنين موضوع المخبر والعاملين بالقطاع المخبري، موضوع التدريب على هذا الأمر. فهدول النقاط الرئيسية اللي كانت بهذا المجال. إضافة ل أحد المواضيع المهمة كانت الوافدة اللي مرقت علينا الحمد لله انحسرت، موضوع مرض جيلان باري يلي ظهر، موضوع الشلل اللي كان عم يصير لعدد من المرضى ما كان كثير كبير، الحمد لله انحسرت هالوافدة. كان المؤتمر بحث بهذا الموضوع بإساب قليل. يمكن بسنوات الحرب كمان كتير سمعنا عن أمراض مثل ما قلت حضرتك دكتور، هاي الإنتانات النوعية مثلا، هل كان في إحصاءات قبل الحرب وبعد الحرب بسوريا، وكيف عم يتم التعامل مع الموضوع؟ الحقيقة موضوع الأزمة اللي نحن فيها أفرزت زيادة بموضوع المقاومة. يعني نحن كنا نشوف زمرة من الجراثيم قابلة للمعالجة، حاليا عم يصلنا مرضى مصابين مقدمت لهم خدمات رعاية صحية بأماكن غير مؤهلة. خليني أقول هالأماكن غير المؤهلة اللي ما فيه عندهم إمكانيات تعقيم كافية، فبالتالي عم تجلب لعنا عوامل ممرضة ممعنة بالمقاومة، ففي صعوبة بالغة لمعالجتها. نعم دكتور، يمكن تبادلتوا في المؤتمر نقاط كتير مهمة، ولكن يمكن قديش مهم أيضا نقلة للأهل، نقلة بين المواطنين، وخاصة يمكن الوقاية من العدوى وانتشارها أيضا بالمدارس والجامعات، ووين في تجمع يمكن عدد كبير من المواطنين، كتير مهم أنه تنتشر مثل هيك هذا الوعي. كيف يعني الوعي من خلال النقاط اللي ناقشتوها رح يتم دراسته لقدام؟ شك بيطلع بنهاية المؤتمر توصيات، واحدة من التوصيات الحقيقة بدها توصل لكم كعنصر إعلامي. نعم. يلي بده يوصل هالمعلومات للمجتمع. المجتمع المفروض لا شك اللي عم تتفضلي فيه هو نقطة كثير مهمة. يعني واحدة من النقاط الحلقة الحالية اللي حكينا فيها، المقدمة اللي تفضلت فيها، أنه عندي أنا عوامل ممرضة، سبب المقاومة فيها هو أنا عم بستعمل علاج غير ضروري. فهالتوعية اللي بتقوم فيها وزارة الإعلام الحقيقة إلها دور مهم كبير كثير، وهي واحدة من التوصيات يلي طلعنا فيها بنهاية المؤتمر. كمان يمكن المحاور اللي قدمتوها بالمؤتمر هي التشخيص الصحيح حتى ما يصير في اختلاطات أيضا بالأمراض. نعم الحقيقة موضوع التشخيص، المفروض أنا ما أعطي علاج إلا حط عنوان أنا عندي التشخيص الفلاني. فإذا أنا ما عندي عنوان حقيقي لح يكون أنا علاجي خاطئ. يلي بيوصلني لهالعنوان إجراءات، الإجراءات قد تكون مخبرية
شعاعية مع إجراءات تانية، إن كان رمضان إن كان إجراءات تانية ممكن استقصاء، إجراءات استقصائية. فأنا وقت بقوم بهذا العمل ومتوفر هذا لدي لح أوصل لتشخيص حقيقي. أنا وقت ما بيكون عندي تشخيص حقيقي بكون أنا عم برمي العلاج تبعي ضربة عشواء، العلاج ما حيكون حقيقي وما حيكون عم يصيب الهدف بشكل حقيقي. نعم، غير نقص الأدوية يمكن ليا هلأ يمكن ما في بقى الدواء الصح عم يجيب البديل، فهذا كمان بيأثر على المرض. هلأ موضوع الأدوية كمان نقطة كثير مهمة الحقيقة، موضوع الدواء والدواء النوعي. في عنا دواء الحقيقة متوفر دواء، بس موضوع كلفة الدواء وغلاء ثمن الدواء الحقيقة كمان هذا عم يشكل عثرة كبيرة أمام الوصول لشفاء المريض. صحيح، وفي كتير أدوية يمكن ما عم يكون تأثيرها صح، ما عم تأثر يمكن. لذلك هلأ في عنا الأدوية، في عنا الأدوية يلي بنسميها البراند الأدوية الرئيسية، وعنا الأدوية الجينيريك. فبالحالات الخطيرة، بالحالات الخطيرة والحرجة أنا المفروض فيني ما حط إلا الدواء النوعي. نعم، أيضا دكتور كمان قديش مهم إنه نوعي الأهل أكثر. يمكن كل أم بتقول ابني سعال خلاص أنا رح أعطيه هذا الدواء، يعني بتحس إنه كل الأمهات صاروا دكاترة وفي صيدلية بالبيت متنقلة بتصير. كمان هون قديش مهم إنه لا نرجع للدكتور، إنه لا نسأل الطبيب، حتى الصيدلاني ممكن يساعدنا بس الطبيب يعني المختص بالأمراض الأطفال إما أو بأمراض أو بالحالات يلي عم يعاني منها الطفل كمان العودة لإلها. هذا الموضوع قديش كتير مهم كمان لنوعي فيه. لا شك أنه استعمال الدواء بغير مكانه أمر مؤذي للكبير والصغير للاثنين الحقيقة. الشخص العادي إذا كان انصاب بمثل ما تفضلتي شغلة عابرة، مو سعال، شغلة عابرة، أنه موضوع حرارة هيئة أنفلونزا، إذا كان أخذ كم حبة بنادول أو باراسيتامول أو سيتامول ما في مشكلة، بس متى ما تخطط 48 ساعة لازم راجع طبيب يقول لي أنا تمام، وين وضعي أنا، يا ترى شغلة بسيطة اللي أنا عندي ولا شغلة أكثر، يا ترى السعال اللي عم يحصل منه الطفل أو الكبير يا ترى هو عبارة عن التهاب أصابات بسيط فيروسي ولا لا، والله في ممكن يكون هذا ذات رئة، وذات رئة قد تكون تتعالج بالبيت وقد تكون تتعالج بالمشفى. نعم، نصائح بتحب تقدمها لكل مشاهدينا بما يخص التشخيص وحتى أنه الانتباه لفعلا لأي عارض باستشارة الطبيب المختص؟ الحقيقة أهم نقطة أنا بقولها إنه المفروض ما ناخد الدواء على محمل السلامة. الدواء شغلة لا اختلاطات، شغلة غير طبيعية. صح. على جسمنا، فالمفروض أنا أحطه بمكانه الحقيقي. الأمور البسيطة يلي مسموح فيها وبتنباع بشكل عادي ببلاد الدنيا كلها، بتنباع بالسوبر ماركت مثل الباراسيتامول والبنادول، هدول أخذهم ما بيشكل خطر إلا إذا لا سمح الله في عندي مشكلة بالخلية الكبدية. أما أني أخذ صاد حيوي يعني دواء التهاب، لا على التعيين، شوي راسي عم يجعني بأخذ حبة، شوي ظهري عم يجعني بأخذ حبة، فهذا الحقيقة أمر خطير كثير وبينعكس سلبا على الجسم وما بيخلي بيكون المرض بسيط، عم خليه يتفاقم أكثر. نعم، ومع هالنصائح الأخيرة دكتور نحن كثير بدنا نتشكرك، وإن شاء الله يمكن يستفيدوا المشاهدين ونحن أيضا من كل مؤتمر عم يصير بالبلد. وبدنا نتشكر أكيد كل جهود الأطباء المبذولة من أجل صحة وسلامة كل السوريين. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله دائما كل المؤتمرات الطبية والصحية بتتوصل لنتائج جديدة بتفيدنا وبتفيد كل المواطنين السوريين. شكرا لوجودك معنا. كلمة أخيرة تفضل. كلمة أخيرة بحب أنا أشكر نقابة الأطباء وفرع الروابط يلي قام بتحديث الروابط ويلي كان له الأثر الإيجابي للزملاء الموجودين بالبلد وحط النقاط على الحروف وعطاها دفعة جديدة للروابط لإنشاء النشاطات العلمية بالظروف الحالية. أكيد. شكرا.